الحقيقة هو تو قديش من اللي وقفنا الحوار باش يقول لي ممكن توقف الحوار أطول من الحوار هو بيدو 3 أسابيع باش نخلطوا يوم الاثنين، ولهذا يظل يقيد باش يتخذ قرار. يبدو لنا اللي ما فماش بالك شي مرشح الأحزاب الكل متوافق عليه، ويبدو لنا وأنه جنوا العيات قليل اللي رافضوا. إذا فما مازالت حزب ولا زوز رافضين ونجموش نتناقشوا معاهم، هذاك علاش احنا نطالبوا من رباعي الراعي للحوار باش ياخذ قرار في هذا اليوم، على خاطر قال اليوم آخر أجل. هل باش يقدم رئيس حكومة يا أما سمعت حتى سي عبد الكريم الزبيدي سمعنا رجع، احنا عبد الكريم الزبيدي رشحناه وان شاء الله يترشح، سمعنا اللي هو مش قابل، ولكن حتى سي جلول عيان ماذا بينا الرباعي يقول لنا هل هو يمكن ينجم يكون المرشح. الاحزاب الكل رضات ولا لا؟ يبدو لنا في افاق تونس وانه اغلب الاحزاب مش راضه جلول عيان. اذا خلطنا عنا رئيس حكومه وبعد مشكله النظام الداخلي ولات يبدو ما عادش مشكله، وقتها الاسباب الزوز اللي وقفنا عليهم الحوار يتنحى، ومازال باش يكون عندنا عقوبات اخرى، يعني مازال تكوين الحكومه باش فيه جدل. ولهذا يظهر لي الوقت قاعد يتعدى والبلاد قاعده تدخل في تقفز اكثر واكثر قد ما الوقت يتواد، وقايد باش نعاودوا نحيوا الحوار والا نعنوا على الفشل واسباب الفشل نتاعو.